أهلا بكم في موعدنا الإخباري لهذا اليوم، وقبل تفاصيله إليكم أبرز العناوين. المعارضة داخل الأفافاس تواصل محاولاتها الرامية لاستعادة زمام الأمور داخل الحزب. الحرس البلدي يمهلون القابلية أسبوعا قبل العودة مجددا للاحتجاج بالعاصمة. القضاء الجزائري يواصل ملاحقاته للصحفيين. أزمة الكهرباء تلهب الشوارع في جيجل وبسكرة. جددت قيادات من الصف الأول داخل جبهة القوى الاشتراكية رفضها للنهج الذي تسير عليه اليوم القيادة الحالية لهذا الحزب، حيث دعا كل من علي قربوعة ومصطفى بوهادف وسمير بوعكوير أمام أكثر من 300 مناضل حضروا للتجمع الشعبي الذي نظم بتيزي وزو يوم الخميس الماضي إلى الوقوف في وجه ما وصفوه بمحاولة بيع الأفافاس للسلطة، وهذا على خلفية قرار مشاركة حزبهم في تشريعيات ماي المنصرم الذي تحوم حوله حسبهم الكثير من الشكوك التي عززتها حسب علي قربوعة المصطلحات والشعارات التي وظفها الحزب خلال الحملة الانتخابية، والتي كانت كلها تصب في اتجاه النظام الحاكم، وهو ما اعتبره المتحدث ذاته انحرافا عن المبادئ الأصيلة للحزب. ومن جهته قال جمال زناتي بأن الأفافاس قد اختار منذ تأسيسه أن يكون في خدمة المواطن وليس السلطة، معتبرا أن انكسار الأفافاس اليوم هو بمثابة انكسار للديمقراطية. ومن جهتها قللت القيادة الحالية من أهمية هذا التجمع، حيث أكد مصدر من كتلتها البرلمانية أن الذين نظموا هذا التجمع لا تربطهم أي علاقة مع هياكل الحزب. ونشير بأن السكرتير الأول السابق كريم طابو قد قاطع هذا التجمع الشعبي الذي اختار المنشقون في الأفافاس تنظيمه أمام المبنى القديم لبلدية تيزي وزو، لما يحمله هذا المبنى من رمزية تاريخية لمناضلي هذا الحزب الذي تأسس في هذا المكان قبل 49 عاما. وجه المنسق الوطني للحرس البلدية السيد حكيم شعيب تحذيرا لإدارات المندوبيات التي اتهمها بممارسة الضغوط على أعوان الحرس البلدي عبر ولايات الوطن، وهذا عقب دخولهم في احتجاجات مساندة لزملائهم المعتصمين بالبليدة، مؤكدا أنهم قد أمهلوا وزارة القابلية أسبوعا للاستجابة للائحتهم المطلبية قبل معاودة الكرة مرة أخرى بالتظاهر في العاصمة مجددا. وتأتي هذه المهلة بعد أيام قليلة من المواجهات التي شهدتها منطقة بئر خادم بالعاصمة بين الآلاف من أعوان الحرس البلدي وعناصر الشرطة التي خلف قمعها حسب ما أكده المنسق الوطني وفاة عنصر من الحرس البلدي وعشرات الجرحى، بالإضافة إلى توقيف ما يزيد عن 40 عنصرا منهم. وجه لهم وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس تهمتي التجمهر وإهانة موظف أثناء تأدية مهامه. هذا وقد كشف المتحدث النقاب عن ملابسات المعاملة السيئة التي تعرض لها عدد من أعوان الحرس البلدي أثناء اعتقالهم داخل زنازين مقر شرطة السمار الذي قضوا فيه ليلة كاملة، تعرضوا خلالها إلى كل أنواع الشتائم من طرف عناصر الشرطة التي عمد أحد أفرادها إلى تشغيل المدفأة في عز الصيف داخل إحدى هذه الزنازين. ويخوض أعوان الحرس البلدي الذين سلحهم جنرالات الجزائر مع الميليشيات خلال التسعينيات واستعملوهم في حربهم القذرة على الشعب الجزائري رهان قوة منذ أكثر من سنة مع وزارة القابلية لافتكاك عدد من المطالب المهنية والاجتماعية. أصدرت الغرفة الجزائية لدى المجلس القضائي بعنابة في حق الصحفية فاطمة الزهر عمارة التي تعمل بجريدة آخر ساعة حكما يقضي بإدانتها بغرامة مالية مقدرة ب20,000 دينار جزائري، وحملتها كذلك تعويضا للطرف المدني مقدر ب10 ملايين سنتيم، وهذا على خلفية دعوى القذف التي رفعها ضدها مدير سابق لأحد المستشفيات. ويجدر بالذكر أن هذا الحكم الجديد قد ألغى عقوبة الحبس بشهرين التي كانت قد أصدرتها المحكمة الابتدائية بعنابة في حق هذه الصحفية يوم 25 جوان المنصرم، هذا الحكم الذي رفضته النقابة الوطنية للصحفيين التي نددت بشدة حينها بمواصلة الملاحقات القضائية التي تستهدف الصحفيين والأحكام بالحبس التي ما تزال تصدرها المحاكم الجزائرية في حقهم، وهذا بالرغم من إلغاء عقوبة الحبس من قانون الإعلام منذ نوفمبر 2011. فجر انقطاع الكهرباء في حي الشهداء حليمي بمدينة جيجل ليلة الخميس احتجاجات عارمة قام بها المئات من الشباب
الذين احتلوا الشوارع وقطعوا عبر إحراق العديد من العجلات المطاطية غالبية الطرقات التي قد تعطلت فيها حركة المرور من 7 مساء إلى حدود منتصف الليل، وهذا بعد عودة الكهرباء لهذا الحي. وفي مدينة طولقا بولاية بسكرة خرج سكان العديد من الأحياء فيها للاحتجاج بسبب انقطاع الكهرباء فيها أيضا، حيث حاصروا عبر مجموعات العديد من المباني العمومية للتعبير عن معاناتهم اليومية مع مشكل الكهرباء وعجز المسؤولين عن إيجاد حل له. هذا وقد اعتقلت الشرطة أثناء قمعها للاحتجاج العديد من الشبان بعدما دخلت معهم في مشادات عنيفة. ونذكر في الأخير بمرور 47 يوم على اعتقال عضو المجلس الوطني لحركة رشاد المعارضة السيد عبد الله بن نعوم بسجن غليزان. أدعو كل من له إيمان وثقة بأن الحرية ستتحقق أن يكون معنا. إلى هنا ينتهي موعدنا الإخباري لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.